السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ثلاث تحديات تنتظر المنتخب المغربي في مواجهة البيرو. شاهدنا وين صرات مشاكل بين اللاعبين تاع البيرو تاع خلينا هذو ما يهموناش، حوسوا على المنتخب العربي المغربي وين يستعيد المنتخب المغرب لمواجهة نظيره البيرو في مباراة واعدة يعني ودية ستدور في ملعب يعني معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. ويتطلع المنتخب الأسود الأطلس إلى تحقيق فوز جديد يدعم من خلاله مكسبه في مونديال قطر 2022، حيث أطاح المنتخب يعني منتخب أطاح بمنتخبات عالمية مثل بلجيكا إسبانيا البرتغال ثم البرازيل، ولم ننسى كيف أحرج يعني وصيف بطل العالم أوكرانيا يعني في أول مباراة. وفي مباراة ودية لعبت يوم السبت في ملعب ابن بطوطة بطنجة وين حطم كبرياء البرازيل أمام يعني الأسود الأطلس. وتنتظر المنتخب المغربي الذي حل رابعا في مونديال قطر ثلاث تحديات عندما يواجه نظيره البيرو في يعني نقولوا المباراه اللي غادي تكون مباراه كبيره، مباراه اليوم ان شاء الله بربي غادي يشوفوا مازال غادي تكون مباراه في القمه ان شاء الله بربي. ويبدو ان وليد الركراكي مدرب المنتخب المغرب يدرك جيدا ان الفوز على البيرو سيحقق يعني اليوم يعني سيحقق من ورائه العديد من المكاسب، لعل ابرزها ارتقاء في تصنيف الشهر الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر يعني متطبقة لأن الفوز في هذه المباراة لن يعني تحصل من ورائه يعني من تحصل من ورائه نقاط كثيرة، خاصة في حال فوز المنتخبات مصنفة الأفضل. أو وأوضح المصدر المختص في القوانين أن المنتخب المغرب مرشح للارتقاء أكثر وبإمكانه النزول تحت حاجز تاسع عالميا. البلد غادي كلاسي ساتيام راني نشوف تربح البرومي وتزيدي ان شاء الله بربي نزيدو نربحو اليوم البيرو. نقول لك غادي بلد كلاسي ساتيام في الموند بلد ساتيام كاستيلا سبعة في الموند. على بالك تقعد في هاد الوتيرة كيما هاكا مي تجي تروح تلعب كوب دي موند، على بالك غادي تولي نتايا يديروك شابو مع سبعة في الموند الاولى، شابو على بالك في لي جروب، شابو على بالك في الكوب دي مون تولي شابو اول دولة عربية افريقية شابو في الموند. اوه شي زعاقة يعني. في المقابل اكد مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الاثنين يعني ان المنتخب الاسود الاطلس مرشح لاحتلال احد المراكز التاسعة او الثامنة عالميا، لكن ذلك يبقى مرتبط بالنتائج المنتخبات الأخرى على حد تعبيره. وإن اطمئنان إلى وجود بدلاء وإن تشكل مباراة المنتخب المغرب ونظيره بيرو فرصة لتجريب العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء البرازيل السبت يوم السبت بملعب طنجة. ويتجه وليد الركراكي مدرب يعني المنتخب الأسود الأطلس إلى الاعتماد على بعض الوافدين الجدد من أجل منحهم فرصة الظهور الأول مع زملائهم الأساسيين. وبالرغم من إلحاح الركراكي على ضرورة الفوز على البيرو للحفاظ على النسق الانتصارات، إلى أن مصادر مقربة منه أكد أن المدرب المنتخب الأسود يريد منح فرصة أكبر عدد من اللاعبين قصد اطمئنان الى جودة دكة البدلاء. يعني لازم يكون عندك يكون عندك لي روبلاس البنك يكون مليح، الناس كتخمم لها عندك البنك مليح ما تبحلك شي
ما تبحلكش خاطر على غادي دير دونتري 11 دونتري من بعد يعني ما يدور ما يدورلكش واحد ولا زوج ويكون عندك تغييرات كيفاش تخدم التغييرات والخطه تحتاج يعني تحتاج كيفاش تغير الخطه. وسيكون الاتحاد المغربي لكرة القدم امام امتحان استغلال تألق المنتخب المغربي ونتائجه المبهرة على حساب المنتخبات العالمية من اجل الترويج لملف ترشيح المملكة المغربية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 باشتراك مع اسبانيا والبرتغال. ويتطلع الاتحاد المغربي الى استثمار صحوة المنتخب الاسود الاطلس في الفترة الحالية من اجل اقناع يعني مصوتون على اختيار ملف الثلاثي المغربي يعني ال اسبانيا والبرتغال. صحيح يدوها يدوها غادي يربحوها غادي يربحوها غادي يشتنقوها الربح هادي غادي يدوها على الشيطان تشوفوا هادي الستة على بالك هادي الستة سي محمد ودير حسابك بلي كيقبلوا لك تدخل في الترشح ويقبلوا لك الملفات تاعك يعني راه عندك لي ستاد راه عندك تي عندك بنيه وعندك ماشي زعقه. وكشفت مصادر مقربه ان الملف المغربي الذي سيقدمه بالاشتراك مع اسبانيا والبرتغال قادر على جذب العديد من المناصرين يعني في ظل بروز المنتخب المغرب كأحد المنتخبات القوية القادرة على إمتاع الجمهور كرة القدم في مختلف بقاع العالم. ومن المنتظر أن تشكل مباراة المنتخب المغرب ونظيره المنتخب البيرو فرصة سامحة للترويج لملف المونديالي ولا سيما بعد الفوز التاريخي على البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد. على النتيجة كي تلعب مع البرازيل وتفوز على البرازيل على ما تجيك النتيجة غادي تلعب لك دور كبير سي محمد، علاش غادي تلعب لك ولا دورة كبيرة يتلعب فيها، هاديك البارتية لعبت دور كبير خويا، ماشي زعقة، أنا لازم واش عندنا كيفاش كانت ونقولوا بلي خلطت كبيرة مع لابوليس تاع البيرو هذوك، خلينا حنا، وين هادو كاع داو بداو تاع راهو كسبوه يا ربي الغارديا تاعهم بداوها لابوليس تاع اسبانيا بداوها هو يوري خاصة بعد الإصابات يعني وين نعاودو نولو نتكلمو على المنتخب المغربي اليوم اللي غادي يلعب يعني مباراة أمام بيرو بغيابات خاصة يعني رقم 8 وناحي يعني وين يعني وين وناحي يزيد فانيك الآخر فانيك يعاني فانيك كيسموه سفيان المرابط وين فينك اشرف حكيمي يعني وين داخل في منظومه لعب يعني اشرف حكيمي راك تلعب ما تلعبش بواحد تلعب زوج تاع لي بوست اشرف حكيمي سي مو ديفونسور اتاكو حتى وين يدخل لك في الوسط دي فوا تصيبو صانع العاب يصنع لك هجمه دي فوا يهرب بالبوله تصيبو في الوسط رايح مهود تحسبه باللي صانع العاب يلعب يصنع لك هجمه صانع هجمات مدافع موزع يعني في المستوى التوزيعات تاعو يعني بالميطرة بالنيفو عادية. وين تأكد غياب المغربي عز الدين أناحي عن فريقي عن منتخب يعني وخاصة عن فريقه مارسيل لعدة أسابيع بسبب الإصابة. المهم احنا يا دروك الله يشافي هذا اللعاب هذيك لعاب ما شاء الله يعني لعب في القمة لعب يعني وين ويذكر وين وبذلك شأن نقولوا بلي المباراة كاين هو على حساب لونترينير واش هدر قال راني صايم وين هو زاد تكلم فانيك على كيسموه على الإصابات يعني إصابة تاع أشرف حكيمي إصابة قالك مرابط فانيك يعاني وناحي قال لك صاي صح وناحي ما غاديش يلعب بصح نشوفوا لاعبين ما غاديش يقعد هو تاكل على هذا هو غادي يسيي لاعبين غادي يشوف يعني لعابه اللي غادي يقدموا يعطوه الحلول اللي يشوف لعابه اللي يعطوه حلول في غياب اساسيين هذيا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو تاعنا
باش ديما نقعدو معكم باش تزيدو. نمشي ابوني معنا وربي يحفظكم.